السلام عليكم وتحياتي للجميع. في عنا أخبار مهمة اليوم. وزارة الخارجية الألمانية تطالب من مواطنيها مغادرة لبنان بأقرب وقت ممكن بسبب الوضع الأمني المضطرب والتوتر الحاصل بين لبنان وإسرائيل، وتحسبا لهجمات أو لحرب ممكن تصير بالمستقبل بالأيام المقبلة بعد الانفجار اللي صار بضاحية بيروت وذهب ضحيته قائد بارز من حماس، من حركة حماس. وزارة الخارجية الألمانية الآن تطالب من مواطنيها مغادرة لبنان بأقرب وقت ممكن، وأيضا طلبت منهم التسجيل في لائحة الانتظار، وأيضا أن يكون هناك تحسب لأي شيء طارئ يحدث بالمستقبل. طبعا هذا الشيء باعتقادي الشخصي، طبعا القناة الألمانية الأولى تاجس شو نشرت هذا الخبر من مصدر رسمي، باعتقادي أنه هذا الشيء ممكن يأثر على لم الشمل. كيف ممكن يأثر على لم الشمل؟ نحن نعرف أن لم الشمل أصلا ببيروت بلبنان متأخر، في نوع من التأخر والموظفين غير كافيين. فالآن هناك طلب من وزارة الخارجية للمواطنين الألمان بترك لبنان بأقرب وقت ممكن. باعتقادي الشخصي، طبعا هذا الشيء ما ذكر على وسائل الإعلام، أنا باعتقادي الشخصي فقط، هذا الشيء رح يؤدي إلى تأخير أكبر وأكبر بخصوص الأشخاص اللي عندهم لم الشمل. لأنه إذا ألمانيا طلبت من مواطنيها مغادرة بيروت، مغادرة لبنان، فهذا الشيء يعني راح يؤدي إلى نقص الموظفين، ونقص الموظفين راح يؤدي إلى تأخير في معالجة الطلبات، تأخير في المقابلات، تأخير في أوراق إرسال واستقبال من هاي الأمور. فممكن نشوف تأخير إكسترا إضافي على التأخير اللي عم نشوفه حالياً بالسفارة الألمانية ببيروت. هذا بخصوص لبنان والتفجير ولم الشمل. ننتقل إلى موضوع آخر. هناك حقيقة موضوع لفت نظري وبشدة إذا تم ذكره في جريدة فيلت الألمانية، حول الديموغرافية في ألمانيا. هل من ممكن مستقبلا نشهد تغيير ديموغرافي في ألمانيا والألمان يصبحوا أقلية في بلدهم في ألمانيا والمسلمين يصبحوا أغلبية؟ كيف يعني كيف طبقوها هيك المسلمين والألمان؟ لأن يعني الألمان عرق والمسلمين دين، ما بعرف طبقوها بشكل من الأشكال، ولكن هل هناك في إمكانية لتغيير ديموغرافي في ألمانيا؟ سألوا بروفيسور ألماني في يعني بروفيسور مختص في مجال الديموغرافية في ألمانيا اسمه فرانك. سألوا لهذا البروفيسور هل هناك في إمكانية أو احتمال للتغيير الديموغرافي في ألمانيا، هل ممكن يصير هذا الشيء خلال الأعوام المقبلة بالمستقبل؟ لأن يعني هنا بنحكي عن 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة إلى الأمام مستقبلا. فهذا البروفيسور قال الجواب على هذا السؤال صعب جدا، وما فينا أعطيكم الجواب الأكيد لكذا عامل راح نذكرها في هذا الفيديو مستقبلا. فهذا البروفيسور ربط تغيير الديموغرافي في ألمانيا بالأعداد التي تدخل ألمانيا باللاجئين والمهاجرين الأجانب التي تدخل ألمانيا، وأغلبيتهم بيكونوا من المسلمين. فقال سكان ألمانيا حاليا 84 مليون نسمة، والوفيات أكثر من الولادات منذ أكثر من 50 عام، منذ سبعينيات القرن الماضي، منذ سبعينيات الوفيات أكثر من الولادات. فقال إذا دخل ألمانيا سنوية 180 ألف شخص لاجئ مهاجر، خلال 50 سنة إلى الأمام أو أقل من 50 سنة، 47 سنة لغاية عام 2070، رح يكون هناك في نقص بسكان ألمانيا، رح يتناقص هذا العدد من 84 مليون إلى 75 مليون. هذا إذا دخل 180 ألف شخص سنويا. إذا دخل 400 ألف شخص سنويا فهذا العدد راح يزداد، راح يزداد عدد سكان ألمانيا ارتفاع ملحوظ راح نشهده بعام 2070. إذا دخل 400 ألف راح يصير عدد السكان تقريبا 90 مليون نسمة. وذكر أيضا بأن هذا الشيء يعني من الصعب أن نحدد أو نقيم هذا الشيء، و يعني جواب يكون كافي وافي وقاطع لأسباب عديدة. هل الأشخاص اللي طبعا ذكروا نقطة مهمة جدا، أنه الأشخاص اللي بيدخلوا ألمانيا من الأجانب واللاجئين والمهاجرين
بيكونوا من شباب، يعني فئة الشباب ما بين 20 و40 سنة. أما بالرجوع إلى أسباب عدم إمكانية التعرف على التغيير الديموغرافي، فذكر هذا البروفيسور نقطة مهمة جدا، قال: هل رح نضمن بقاء هؤلاء الأشخاص في ألمانيا؟ على سبيل المثال عائلات أتوا إلى ألمانيا، أشخاص أتوا إلى ألمانيا، تزوجوا في ألمانيا وضلوا هون مدة 5 سنوات، 10 سنوات، 15 سنة، هل من الممكن ضمان بقائهم في ألمانيا؟ هل من الممكن ضمان بقاء أطفال هؤلاء العوائل في ألمانيا؟ هذا الشيء اللي حير هذا البروفيسور. وأيضا في نقطة كمان مهمة جدا، قال ذكر الأشخاص اللي بيغيروا أديانهم، على سبيل المثال شخص مسلم أتى إلى ألمانيا غير دينه، أو شخص مسيحي أتى إلى ألمانيا غير دينه، والعكس صحيح، من الإسلام المسيحية والمسيحية للإسلام. فهذه العوامل حسب وصفه كانوا عائق أمامه لتحديد ديموغرافية ألمانيا بالسنوات القليلة القادمة. فهون نقطة مهمة جدا أنا بدي أسألها لأخوة المتابعين، كل شخص عم يسألنا، ما هي آراءكم توقعاتكم حول التغيير الديموغرافي في ألمانيا؟ هل هناك في تغيير ديموغرافي؟ هل رح نشهد يعني ألمان رح يصبحوا أقلية؟ رح نشهد تراجع عدد الألمان في ألمانيا وارتفاع عدد المسلمين في ألمانيا؟ اكتبوا لنا آراءكم بالتعليقات بكل شفافية، يعني بلغة العقل والمنطق. أصدقائي نحن هون تحت المطر، هو في عين الشمسين شايفينا، نحن تحت المطر، يعني مشانكم كرمالكم عم نعطيكم الأخبار، عم نحطكم بحقيقة ضمن الأخبار، عم تشوفوا كل شيء عم يصير، كل شيء عم يحدث حوالينا. أنا هذا هدفي فقط، أنكم تشوفوا، أنكم تكونوا بالصورة، كل الأخبار، كل الأشياء اللي عم تصير هون بألمانيا، وتكونوا موجودين داخل الصورة دائما. أنا هون بكون انتهيت، في مطر، أجواء مثل ما شايفين، مية كتير ومطر، ولكن هذا جو ألمانيا. اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، شاركونا أراءكم بالتعليقات مثل ما قلنا، إذا بدكم تتواصلوا معي الانستغرام موجود بصندوق الوصف. نلقاكم في فيديو آخر، والسلام عليكم.